الثالثة صباحاً الثانية عشرة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة مدينة السلوم في محافظة مطروح، التقى خلالها أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني وأدار حوارا معهم. وقال الرئيس السيسي إن الدولة مهتمة بتطوير المنطقة من خلال عدة مشاريع يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الحكومة تعمل منذ 8 أعوام على امتداد الدولة المصرية، وأنه لا توجد منطقة لم تصل إليها أيد التطوير والتنمية من أسوان حتى السلوم في إطار رؤية الدولة 2030. وأشار الرئيس السيسي إلى أن ما تعيشه البلاد من ظروف حالية يعتبر تحديا من ضمن العديد من التحديات التي تواجه الدولة المصرية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقد الكمين المشترك للقوات المسلحة والشرطة أمام معبر السلوم. وخلال جولته التفقدية ألقى الرئيس السيسي التحية على المواطنين بمحافظة مطروح، حيث شهدت الزيارة استقبالا شعبيا حافلا للرئيس السيسي من أهالي السلوم ومطروح وسيدي براني. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تلقى باهتمام بالغ مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية. وقال الرئيس السيسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إنه يتقدم لكل المشاركين في إعداد وصياغة هذه المخرجات بالشكر والامتنان، مؤكدا على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها تطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية. كما أعلن الرئيس السيسي أنه سيتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية. أعلنت ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس الأمناء الحوار أنهى اجتماعه أمس برفع ما توافق عليه من توصيات ومقترحات لرئيس الجمهورية على النحو المبين بلوائح الحوار. وأكد المنسق العام من جديد خالص شكر وتقدير مجلس الأمناء للرئيس السيسي على استجابته الفورية لمخرجات الحوار، موضحا أن مجلس الأمناء سيصدر لاحقا بيانا مفصلا بكل ما تم رفعه للرئيس ليكون تحت نظر الشعب المصري بجميع فئاته. وأضاف أن الحوار وجلساته العامة والمتخصصة مستمر بلا انقطاع خلال الفترة القادمة لمناقشة الموضوعات التي لم تناقش بعد للتوصل للتوصيات والمقترحات المتعلقة بها لرفعها لرئيس الجمهورية. ثمنت قيادات حزبية إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إحالة توصيات الحوار الوطني التي جرى رفعها إليه إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها. فمن جهته أكد حزب حماة الوطن أن قرار الرئيس السيسي يشير إلى جدية الحوار الوطني منذ الدعوة إليه. كما أكد حزب مستقبل الوطن أن إحالة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بمثابة تأكيد على حرص الدولة على خلق حالة وطنية متفردة في بناء الوطن، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تصنع تاريخا جديدا يليق بجمهوريتها الجديدة. كما أشاد عدد كبير من الأحزاب بقرار الرئيس السيسي، مؤكدين أن تلك الاستجابة السريعة لمخرجات الحوار الوطني تعكس وفاء الرئيس بتعهداته السابقة أمام القوى الوطنية والسياسية. مشاهدينا، إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية الموجز. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي، ناردين حبيب، أعود فألقاكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.